تغير كتير قوي. احنا هنقعد ندردش مع بعض مش اكتر. انت في البيت ده لوحدك؟ لا، عايشه مع ماما، بس هي اليومين دول في عمر. سيجاره؟ ما بدخنش. صحيح، واضح انك ما بتدخنيش. سليم فين يا فريدة؟ وانا شرف. بص يا نسا فريدة، يا ريت تحطي نفسك مكاني وتفكري زي ما بفكر. شوفي خيالك ممكن يوصلك لحد فين. سليم ممكن يبقى فين؟ لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكانه. ومتهيألي بقى ده شغلك وانت أدرى بيه. انا مش فاهم متعصبة ليه؟ مع ان الحكاية كلها كان مجرد سؤال. سؤال ملهوش أي معنى، أكيد أنا معرفش سليم فين. اتصلت بيه. ما حصلش. قلت لك بلاش عصبية. أنا بتوتر من العصبية جدا. بس تعالي نحكم العقل. سليم في الظروف اللي هو فيها دي، أكيد هتصل بأقرب الناس لي. مامته وأخته هم أقرب الناس لي. طبعًا. بس هو عارف كويس قوي ان مامته واخته متراقبين. يبقى مين اقرب لسليم منك؟ من الواضح ان حضرتك ما تعرفش ان انا وسليم كنا مخطوبين زمان وخطوبتنا اتفسخت، يعني ما فيش اي حاجه تربطنا ببعض دلوقتي. بأمرك انك كنت معاه في النيابه. بأمرك انك من يوم الحكايه دي لحد دلوقتي بتوديهم بتروحي وتيجي على البيت. سلمى صاحبتي وطنط ناديه مربياني من واحنا صغيرين، فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكله كبيره زي دي. عندك حق، لكن انتوا سبتوا بعض ليه؟ صلاح بيه، أنا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده، وعمالة من الصبح أجاوبك على أسئلة ملهاش أي معنى بالنسبة لي. أظن لحد كده بقى كفاية قوي. ولو حضرتك كنت حاطط سليم في دماغك فأنت حر، لكن لحد حياتي الشخصية فمتهيألي إن دي من حقي أنا لوحدي. ولا أعتبر نفسي في تحقيق؟ لا، مين قال إنه تحقيق؟ احنا متفقين انها دردشه. ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب، وحتى لو لا ده المكان ولا الوقت المناسب لحاجه زي دي. وانا بعتذر لك للمره التانيه، بس لازم تعرفي ان اللي بيعمله سليم ده هيضره اكتر ما هينفعه. اوعدك لو اتصل بيا هبقى ابلغه الكلام ده، مع اني متاكده ان سليم مش هيكلمني. في حاجه تانيه؟ أشوف البيت. بس ده مش قانون. على فكرة في حاجات كتير قانونية أنا ممكن أعملها، بس للأسف هتأذيكي. أنا بعمل ده لمصلحتك. أطلع. لحد كده حضرتك فتشت البيت كله. هو فاضل حاجة واحدة بس، وبعدين همشي خالص. ان احنا نشوف الجنينة. بس انا ملاحظ ان عربيتك ركنة بره. ما انا مش دايما بركنها جوه. لما بكون هصحى بدري زي بكرة الصبح كده بسيبها بره. وبعدين يعني ما كنتش اعرف ان حضرتك ناوي تشرفني النهاردة وتضيع من وقتي ساعة، وانا ما بصدق اوفر دقيقتين انام فيهم. الشاعر بيقول: وما طال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر. تشوف الجنينه؟ طب اقعدين يا جماعه، ما كنا خليناها في السجن بكرامتنا بدل المرمطه السودا دي. المرة اللي فاتت نطينا في زبالة وربنا كان معنا ونجد، إنما المرة ده تقول لي نط في البحر الغميق ده ما بعرفش أعوم. متهيألي كده ما بقاش فاضل حاجة تانية يا صلاح بيه. ده صحيح،
بس انا قلت لك من الاول ان احنا كنا بنطمن على سلامتك بس مش اكتر. واطمنت؟ اه الحمد لله. واسف اني سهرتك زياده عن اللزوم. ممكن بس اسال حضرتك سؤال قبل ما تمشي؟ اه اتفضل. هو انت ليه مش شاكك ولا 1% ان سليم ممكن يكون بريء؟ ليه مستسلم لفكره ان هو شيطان وخلاص؟ مش يمكن تكون غلطان؟ ما اظنش. ليه؟ ما بتغلطش ابدا ولا ما تعودتش انك تقف وتفكر انك غلطان؟ انا ظابط مباحث وسليم مجرم وهربان وشغلتي ان انا اقبض عليه بس. حتى لو شايف انه ممكن يكون مظلوم؟ شغلتي كانت مظلوم ومش مظلوم دي شغلانه النيابه والمحكمه اللي هم نفسهم شايفين انه مش مظلوم. بس سليم بريء فعلا. ده من وجهه نظرك بدافع شخصي. وحتى لو بريء طب ما يسلم نفسه المحكمه تقرر براءته. لكن طول ما هو هربان انا هفضل وراه لحد ما اقبض عليه وارميه بنفسي في السجن. انا اسف اني ازعجتك وسهرتك زياده عن اللزوم. يلا صباح على خير. انت من اهله. بالعكس يا وليد، طريقة كلامها معايا شككتني فيها أكتر. يا ابني فهمني، مش معنى إن مليتوش عندها إنه مش هيروح لها في أي وقت تاني أو يتصل بيها أو تتصل بيه أو تكون عارفة مكانه. طريقة كلامها معايا عن سليم ما بتقولش إن هما كانوا مخطوبين وهيتجوزوا والجوازة اتفركشت. لا، أنا متأكد إنه هيلجأ لها لأن ما كانش لجأ لها فعلا. عشان كده عايزكم من بكره تشددوا المراقبه على البيت وعليها وعلى تليفونها 24 ساعه. انا متاكد ان فريده دي هي اول الخيط اللي هيوصلنا اسم الانصار يا وليد. طب وبعدين يا سليم بيه؟ انا كل ما افتكر ان صلاح التوخي ده كان قريب مننا خطوتين ركب اتخبط في بعضيها. بس يا عم انت في ايه؟ ما بتفصلش؟ اسكت بقى شويه. الحمد لله يا جماعه، كويس ان هو عملها وجه وخلصنا منه كده. هيبتدي يدور عليك بعيد عن هنا. بيتهيألك صلاح التوخي مش هيشيل عينه من عليكي، هيفضل كل شويه ينط لك هنا. عشان كده لازم نفكر نروح فين. انت كده حياتك هتتعرض للخطر. ايه يا سليم اللي انت بتقوله ده؟ انت مالك؟ انا اشتكيت لك. انا موافقه يا سيدي. حتى لو موافقه انا مش موافق. المهم دلوقتي خلينا ننام على اللي احنا ضامنينه مش هيجي تاني النهارده. يلا قدام يا بيه. والله ما يجي لنا نوم يا سليم. ايه يلا يا ايام، خلصي وبطلي لكاعه. عايزين نوصل المستشفى بدل ما نتلتع زي كل مره. خلاص يا اخويا اهو، حاضر خلصنا. اوه حبيب قلبه بطبع يا